هذه مصر، مصر الحضارة، أرض المنارة ومرتع الإبداع. بين خيوط الشمس الذهبية تتدلى شيم أهل الخير وتسطع مواهب العطاء. في أرض نيل الخيرات كالمياه الهادرة الباعثة للحياة، تفيض الدكتورة هبة زهران عطاء واندفاعا. هي البراقة اللامعة كالكنوز النادرة التي تبهر ناظرها بإشعاعها. نهلت هبة زهران من مناهل المعرفة وحملت مشعل الثقافة لتنير ظلمات الجهل والتخلف. يدها على المحراث لتزرع بذور التنمية والتقدم، لتزيل براثن الفساد وبؤر الإرهاب، وتسير بمجتمعها نحو النور، نور المعرفة والحضارة. الدكتورة هبة زهران زهرة فواحة عطرة، نشرت عبيرها الذكي فتعطر منه كل عاشق لعطر النهوض والتطور والازدهار. حازت الدكتورة هبة زهران على درجة بكالوريوس في الدراسات الاجتماعية، تخصص باحث اجتماعي وإخصائي نفسي عام 1988 عن المعهد العالي للدراسات الاجتماعية من جامعة حلوان، كما حصلت على شهادة معادلة بكالوريوس إدارة فنادق من مدرسة موفامبيك العالمية عام 1996 بالشراكة مع معهد لوزان السويسري لإدارة الفنادق، تخصص إدارة وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب نيلها شهادة دبلوم دراسات عليا في تنمية وتطوير الموارد البشرية وأثرها على عائد الاستثمار في مجال إدارة المشاريع من جامعة هارفارد العالمية بالشراكة مع شركة هيات العالمية لإدارة الفنادق عام 2003، ودبلوم دراسات فندقية وسياحية ومعادلة الماجستير والدكتوراه المهنية عام 2005 من جامعة كورنيل الأمريكية الإلكترونية في التنمية والتطوير للموارد البشرية وأثرها على عائد الاستثمار في مجال إدارة المشاريع. ونال الدكتوراه فخرية من منظمة الأمم المتحدة للفنون في مجال خدمة المجتمع المدني والتنمية البشرية. خدمت الوطن والمواطن في الكثير من المواقع واختارت أرض الفيروز، أرض السلام، جنوب سيناء موطناً لها منذ عام 1990، وكان لها شرف المشاركة في إعادة تعمير المدن السياحية بمحافظة جنوب سيناء، بداية من شرم الشيخ بعد استردادها من المستعمرين. تولت العديد من المناصب بقطاع الفنادق المصرية والعربية والعالمية، وآخرها مدير إقليمي للموارد البشرية وتطوير الإدارة، ثم مستشار التنمية البشرية والإدارة الفندقية والسياحية بقطاع السياحة المصري والعربي. واختيرت لتكون الأمينة العامة المؤسسة لحزب حماة الوطن بمحافظة جنوب سيناء والمدن السياحية كأول امرأة تتولى أمانة حزب منطقة حدودية تعد من أهم المناطق استراتيجية والسياحية بمصر.
ثم مستشار رئيس الحزب لشؤون السياحة، المنسق العام، المساعد للحملة الشعبية لدعم رئيس الجمهورية، حملة كمل جميلك واختار رئيسك بمحافظة جنوب سيناء 2014. المشرف العام على لجنة تغيير المقرات الانتخابية للناخبين المقيمين بجنوب سيناء 2014. والمنسق العام المساعد للحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية بمحافظة جنوب سيناء 2014. وانتخبت رئيس قطاع السياحة المصرية للاتحاد العربي للمرأة المتخصصة فرع مصر منذ تأسيسه عام 2016 وحتى الآن، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية. المنسق العام المساعد للحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية بمحافظة الجيزة 2018، حملة مواطن. هي إحدى السيدات الرائدات في خدمة المجتمع ومناهضة العنف والإرهاب وخدمة السلام العالمي. وتقديراً لجهودها منحتها منظمة الأمم المتحدة للفنون بالشرق الأوسط وأفريقيا درجة الدكتوراه الفخرية عن بحثها المقدم لمنظمة الأمم المتحدة في نيسان 2014 في دور الفني لتنشيط السياحة، وتقديراً لدورها المجتمعي. الرائد هذا التقدير عزز إيمانها ببذل كل ما بوسعها لخدمة وطنها لتشكل بصمة خير في المجتمع المصري. تتمتع الدكتورة هبة زهران برصيد كبير من الإنجازات، وحازت على العديد من شهادات التقدير، ولا تزال تشغل الكثير من المناصب، لعل أبرزها التدرج في العديد من المناصب بشركات الإدارة العالمية لإدارة الفنادق والمشروعات السياحية، مستشار التنمية البشرية والإدارة لمقر جامعة المنصورة للتعليم المفتوح والدراسات العليا بشرم الشيخ جنوب سيناء، وكانت أحد أبرز مؤسسيها، إضافة إلى مؤسس ورئيس شركة رويال انترناسيونال للاستشارات والخدمات السياحية وإدارة الفنادق والمنتجات منذ عام 2000. ومنذ انتخابها عضوا في مجلس إدارة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي عام 2016، باشرت بتأكيد دور الفن والإعلام والسياحة في رفع قيمة أسهم الشركة والعمل على الحفاظ على المصلحة العامة للمساهمين وعلى تحقيق زيادة في معدلات النمو والتقدم في القطاعات المختلفة والعمل على تنمية وتطوير الموارد البشرية. ثم المدير التنفيذي المساعد لشؤون الموارد البشرية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. عملت وما زالت على دعم العاملين بالسياحة طوال السنوات العجاف التي مر بها القطاع، وحاربت من أجل إنشاء اتحاد مصري دولي لدعم العاملين بالسياحة، وما زالت تسعى وراء هذا الهدف الذي هو من أهم أحلامها في المستقبل القريب. سيدة المهمات الشاقة، عاشقة التحديات، شغوفة بتطوير الطاقات، الدكتورة هبة زهران تقتنص اللحظات لتنمية القدرات، ترسم التطلعات لتنجز الطموحات، تعطي التوجيهات لتنفذ
القرارات. فيا هبة الإنسان للإنسان، أنت كالنيل هبة مصر، وللمجتمع المشعل متقد تنمية وعصرنا. ليس اسمك صدفة عابرة، بل مشيئة كلي القدرة. أنت اليد المبسوطة دائما للنجدة والمساعدة. أنت الشذا الطيب العابق إنسانية. أنت وفقط أنت هبة زهران ابنة مصر، ابنة الحياة والحضارة، ورسولة العلم، وحاملة مشعل المنارة. تنبضين عبقرية وثقافة، ووجهتك دوما إلى الأمام لتحقيق كرامة الإنسان على الدوام.